دي كانت جولة الكاميرا من مستشفى محمد الأمين، ويمكن واقع صراحة يعني يضمن القلب لمشاهدة المناظر الغير حميدة وغير جميلة، وهي لا تليق بكرامة الإنسان داخل المستشفيات. وفلذات أكبادنا نحن بنتمنى لهم دائما الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله يا رب تعم أبدانهم بإذن الله. ويمكن زميلنا محمد زاهر يعني كنت على أرض الواقع وشاهدت كل التفاصيل، يعني ان احنا يمكن الكاميرا ما يعني هي بتعكس واقع لكن ما كل الواقع، فخلينا نشوف كيف كانت زيارتك لهم. نحتاج بالتأكيد الى كثير جدا من الاهتمام بشرائح الأطفال على وجه الخصوص، خاصة في المستشفيات. يمكن المستشفيات الصورة فيها يعني ممكن تكون محزنة جدا، بصورة عامة المستشفيات فيها معاناة كبيرة من قبل المواطنين، لكن في أيضا مبادرات طيبة سواء كانت من حقيقة يعني تجمعات أو مبادرات إنسانية أو مبادرات مختصة. غوى تجمع تحرير السودان أو تجمع غوى تحرير السودان واحد من المبادرات اللي كانت حاضرة من قبل أمانة الشباب بالأمس في مستشفى محمد الأمين بأندرمان، يعني عملت هذه الزيارة على كثير جدا من تخفيف العبء المعنوي ورفع العبء المعنوي لمبادرات السلام بالتأكيد، وهي بشريات السلام، وخاصة أنه التجمع هو موقع على عملية السلام، ويمكن دي البشريات اللي نحن بنرجاها من عملية السلام. حقيقة نحن بنحييهم ونشكرهم، ويعني دي أبناء الوطن الصالحين دائما هم بيسعوا لأنهم بداية يعمروا الأرض وينشئوا فيها كل الحاجات الممكن تعين الإنسان وتخليه يعيش في سلام وأمان واستقرار. مع وضع السلاح نحن بنأمل بأنه بشريات كبيرة جدا في الفترة القادمة لكل السودان ولكل أهلنا في كل المناطق السودانية. حقيقة سعيدين جدا داخل الاستوديو يكون معنا واحد من قيادات تجمع قوى تحرير السودان محمد زاهر. بالتأكيد الأستاذ هارون عيسى، أهلا ومرحبا بك، وأنت قيادي بتجمع قوى تحرير السودان، مرحبا بك، نقول لك صباح الخير وصباح السلام والأمن والأمان في وطن المحبة والسلام. أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الخرطوم لك التحية. الخرطوم هي يعني في الأيامات دي هي يعني نعتبرها موشحة بالسلام. ونحن في تجمع قوى تحرير السودان سعداء جدا إنه الإعلام يكون شريك معانا في بناء السلام بعد كده. وتجمع قوى تحرير السودان هو تنظيم شاب. الحاجة اللي أنا داير أشيد بها إنه قوات تجمع قوى تحرير السودان هم أكثر ناس يعني شايلين هم المواطن البسيط، يعني هم الآن يعني من ضمن الناس الداعمين الأساسيين بالنسبة للمبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي. يعني هسي هم بيتابعونا عن كثب إنه هم مستعدين يدفعوا من جيبهم من أبسط ما حاجة بيملكوها إنه السلام القاتل من أجله ده يعني ينزل على أرض الواقع في إطار التنمية الاجتماعية. يعني مسائل بتاعت السلطة وكده هم ما مهتمين بيه بشكل كبير، فقط هم مهتمين إنه فعلا هم قاتلوا من أجل إنه يعني الأوضاع الاجتماعية تتحسن والأوضاع الصحية أيضا تتحسن. فمن هنا أنا بحيي الرفاق في الأحراش، الرفيق قائد عام تجمع قوى تحرير السودان عبد الله جنى، الرفيق قائد الأركان أبو تونجا، ومن قبلهم القيادة بتاع التجمع طبعا قيادة شابة أيضا، رئيسنا وقائدنا الأستاذ الطاهر حجر، هو بيحثنا دائما إنه نحن السلطة ما لاحقيننا شديد، ما ملاحقين السلطة شديد، نحن ملاحقين القضايا تقديم العمل الإنساني والأهداف والمبادرات الأساسية، إنه السلام ده نحن وقعنا السلام
لأنه حاسين إنه نحن خاطبنا قضايا. هذه القضايا يجب أن تنزل على أرض الواقع. ومن البداية الرئيس نفسه هو بيطالبنا إنه نحن ندشن عملنا، ما ندشن عمل سياسي، بل نبدأ بالعمل الاجتماعي مكافحة الفقر. وده ما شفناه أمسا بمستشفى محمد الأمين لي. هذه بداية. نعم. جميل. يمكن المبادرات الإنسانية زي ما ذكرت هي واحدة من الحاجات المهمة جدا. الاهتمام بالقضايا الأساسية والرئيسية، القضايا الاجتماعية واحدة أيضا من الأشياء المهمة جدا. يعني نبتعد عن الجانب السياسي والحزبية وكل الأشياء دي، يعني من أجل المواطن السوداني، من أجل أهلنا وأحبابنا والمجتمع السوداني اللي نحن بنعيش فيه، المبادرات الإنسانية والاجتماعية هي في المقام الأول. يعني بتخلي الإنسان يعيش بكرامة، بتخلي الإنسان المبادر أيضا هو يستمتع بإنسانيته وخدماته اللي بيقدمها لأهله وأحبابه. المستشفى محمد الأمين واحدة من المبادرات الاجتماعية الإنسانية في المقام الأول. المبادرات الأخرى والقادمة بإذن الله. نحن حقيقة نحن عندنا عدد من المبادرات، هو ده برنامج عمل بالنسبة لشباب تجمع وتحرير السودان. هي عبارة عن مبادرات. بدينا بمبادرة فرحة السلام تحت شعار السلام يضمد الجراح ويحيي الآمال. شعار عميق. نعم. نحن فعلا يعني دايرين نجيف عن قرب من الناس المتأثرين جدا. الأوضاع الاقتصادية في البلاد طبعا لا يعني تحسد عليها. فلذلك قلنا كده على الأقل يعني بعض الشرائح دين نحن نقدر نكون قريبين منهم. ناس المرضى ديل بجد يعني تلقى زول في المستشفى هو يعني محتاج لأبسط الأشياء. يعني نحن شفنا فرحة بتاعت الناس المرافقين، الناس المرضى القاعدين كلهم، يعني حسينا انه يعني بجد كنا عايزين فرصه انه نكون قريبين منه ونقدم لهم حاجه. المبادره الثانيه اللي بعديها ايضا هي ان احنا عندنا اطباء في الدائره بتاعت الاطباء في تجمع وتحرير السودان، واطبائنا كلهم شباب. يعني من هنا التحيه للدكتوره الرفيقه منار الاسلام ارباب. هي أيضا تقدمت بمبادرة معها زملائها إنهم يشتغلوا في مجال بتاعت إنه يقدموا خدمات صحية لغير المقتدرين، وحتى ممكن يجمعوا أدوية برضو، وحتى يمشوا في المناطق الطرفية عشان يساهموا في صيانة بعض المراكز الصحية اللي أصلا ما عندها أي مقومات. وأيضا ممكن لو كادر، طبعا المناطق الطرفية دائما تلقى ما عندهم موارد وبالتالي ما في كوادر جاهزة. يعني حتى السيسترات وكده مثلا ما متوفرين. نحن خاتين في بالنا انه حتى نحاول ندرب يعني في مجال بتاع التمريض وكده، ندرب ناس نقدم لهم تدريب من نفس المنطقة مثلا عشان بعدين يرجعوا يشتغلوا لنا في المراكز الصحية. ونجمع مال عشان نشتري أدوية، الحاجة الناقصة نتم مالون لو مثلا ما عندهم ثلاجات بتاع الدواء غيره، نقدم لهم معينات في الإطار ده. اللي هي مبادرة اسمها مبادرة بيس كير للسلام. مبادرة بيس كير للسلام أنا يعني أعلنتها الآن. المبادرة الجاية هي بعد مبادرة فرحة السلام. مبادرة فرحة السلام حتشتغل برضو بشكل مستمر، لكن حسينا انه يعني الوضع الصحي في البلاد محتاج لتدخل من اي من كل الناس. صحيح. عشان كده اخترت انكم انتم تعملوا في المجال. المجال ده نعمل فيه بشكل كبير، بالاضافه الى المجال بتاع بناء المجتمعات السلميه. يعني انه كيف نعمل الرتق النسيج الاجتماعي. ونحن بجد الناس بيفتكروا انه قوى الكفاح المسلح ناس مغبونين، والناس دي حملت سلاح وزعجانه ويعني كرهه بعض الناس كده. لا، نحن يعني بجد خاتين في بالنا انه نساهم في بناء سودان موحد. نحن شعاراتنا في تجمع وتحرير السودان مرتكزاتنا الاساسيه الحريه والسلام الوحده الديمقراطيه هذه الشعارات هي اللي بتقودنا. نحن ما دايرين اصلا يعني اي مواطن سوداني
والتحية للشعب السوداني اللي قام بثورة ديسمبر. هذه الثورة التي ألهمت السياسيين إنه مفروض يا سياسيين تعمل شنو؟ مفروض تجيبوا حر، تعمل حرية وتعمل السلام، تعمل شنو؟ عدالة، مش كده؟ حرية شعارات الثورة المعروفة. نعم. كانت ملهمة. الشعب ده شعب معلم ونحن ماشيين ورا الشعب ده، أي كلام قاله الشعب السوداني ده نحن ماشيين في إطاره، عشان كده سنستمر في الإطار ده إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ هارون، يعني دائما المبادرات اللي ذكرتها هنا كانت عندها ارتباط بالسلام، والآن بعد ما تمت عملية السلام، أيضا لو تحدثنا عن دور تجمع قوى تحرير السودان في نقل عملية السلام من سلام على ورق إلى سلام بين الناس. ده الجزء اللي أنا بيهمني شديد. يعني أنا حتى من زمان كنا في الجامعة كنا همنا الأول إنه كيف نحن نوحد الوجدان السوداني. كيفية توحيد الوجدان السوداني ده يعني هو محتاج لعمل على أرض الواقع. يعني نحن كتجمع وتحرير السودان مستعدين إنه نمشي في كل أغاليم السودان ونفتح حوارات بقلب مفتوح مع جميع مكونات الشعب السوداني. إنه يا أخي نحن بلدنا دي هي محتاجة لنا إنه نحافظ عليها. نحافظ عليها معناته لازم نحن ذاتنا نكون شنو؟ قريبين من بعض ونتواصل وننبذ كل أسباب، يعني كل القيم الرجعية دي القبلية والجهوية دي واحدة من أكبر المشاكل اللي كان بيعاني منها. عشان كده قاعدين برنامج كامل في 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 إطار بتاع بناء السلام. عندنا تنسيقية أيضا شباب تجمع قوى تحرير السودان، عندنا تنسيقية معانا عدد من قوى الكفاح المسلح أيضا، وحتى عدد من الشباب بتاع ولاية الخرطوم وشباب آخرين المحبين للسلام. يعني نحن عملنا تنسيقية اسمها تنسيقية دعم السلام. يعني مشينا اتضامننا قبل كده مع ناس نيرتتي، وحتى جونا ناس من الشمالية. أنا بالمناسبة دي يعني ممكن أحيي برضو ناس الشمالية، خاصة ولاية نهر النيل. أنا درست قرآن هناك قبل كده، يعني واحد اسمه الربيع جبريل أنا كنت بنتظره منذ ما يقارب 20 سنة، يعني عشان يعني أقدم له صوت شكر، وصوت شكر لناس نهر النيل مدينة الدامر تحديدا، لأنه أنا كنت هناك. يعني حسيت إنه يعني الشهامة السودانية دي الزول اللي ما مشاها للناس وعايشهم ما بيعرفهم. يعني أنا يعني الآن الناس مثلا في العمل السياسي بحاول مثلا بقول لك الشماليين والغرابة وكذا، لكن الزول اللي ما شاف بعينه ما بقدر بغيم. أنا بحيي الربيع جبريل، زول يعني إنساني، وأنا يعني سأزور إن شاء الله سأزور الدامر ويحصل تواصل حقيقي. مثلا الأيديولوجيات السياسية، الإسلام السياسي ده استخدم آلية بتاعت فرق تسد عشان ما يحكم فترة طويلة. يعني فرق ما بين الغرب والشرق وكده. يعني حتى الخطاب بتاع الهامش والمركز في إطار الاستقطاب الشديد ده هو ما لمصلحة الوطن. الآن نحن ما عايزين نخط في بالنا إنه نحن في جهة يعني هي اللي بتقدر تقصي جهة محددة. اتفاقية سلام، اتفاقية السلام اللي وقعناها في جوبا اتفاقية شاملة جدا، وأي زول من الليلة وقدام يخلي الشكوى ويبدأ معانا في بناء السلام وفي بناء وطن عادل الأساس فيه المواطنة على أساس الحقوق والواجبات. ونتمنى أنه ندير حوارات حقيقية بعيدا عن الاستقطاب السياسي. نحن في الاستقطاب السياسي ده يعني شفنا الكثير، لكن الآن دار السودان موحد ينعم بالأمن والأمان والسلام وبشريات السلام. الآن نحن بدينا يعني نتحسس في الواقع. هارون عيسى القيادي بتجمع قوى تحرير السودان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. أنا من هنا بقدم دعوة للإعلام وسائل الإعلام شركاء أساسيين في بناء الوطن وشركاء أساسيين في بناء السلام، وهم
يعني دور أكبر من دور القوى السياسية، دور أكبر من أي وسائل أخرى. يعني لو نحن عندنا مثلا دايرين نعمل حوار مع مجتمعات، لو الإعلام ما نقلوا الناس ما حيقدروا يعرفوا الحاجة. صحيح. ونتمنى إنه إن شاء الله بنات الخرطوم والوسائل الأخرى تحت الإعلام إنهم يكونوا شركاء في بناء السلام إن شاء الله. حاضرين في كل ما يهم الوطن، حاضرين في كل القضايا الأساسية والرئيسية، ومعا لدعم السلام، معا لدعم التنمية، معا لدعم الاقتصاد إن شاء الله، هو ثقافة السلام إن شاء الله تعم في كل المدن السودانية وفي كل البيوتات السودانية. كمان دوركم كبير جدا في نشر ثقافة السلام إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله. لك التحية، شكرا كثير. شكرا جزيلا لك. أستاذ هارون. نتواصل مشاهدين الأكارم عبر صباح الخرطوم، وفاصل إعلاني محمد زاهر، ونرجع نتواصل عبر صباح الخرطوم إن شاء الله.